لا جاء بنحطها في السخان ونقعد 10 دقائق على اساس نخلص الفقرة الله ناكل ونموت. لا اسمعني انا تلومني لا احنا نطبخها الصباح تلومني بس الغلط وين بندبرها موجود في الدجاج عند اسمع تلومني اي مو تلوموني ما اقول ميتكم ان محمد ما شاء الله تبارك الله عنده الكثير اللي قدمه تلوموني ترى ذكي بس ما حد اعطاه فرصته ولا هو ذكي بنعطي فرصه المره هذه تجيب لنا الاغراض اللي تقول ونسوي الكبسه نسوي كل شيء قدام نسويها لا جاز سخنها على الطاير وخلص اوه يا عيال سلطان السمي ضغطني اليوم يا اخي الشخص هذا انا ما تقبلته ما تقبلته صدق ما تقبلته ما تقبلته يا اخي ابو عنز يا اخي انا احبه سلطان احبه سلطان السمي الله ما كذبكم والله ما كذبكم بس والله عجبني اليوم في كلمه واحده والله العظيم من قال كلمه حلوه حلوه يده يوم قال يا ولد ترى المجامل بعض الاحيان زين لا تسوي نفسك انت الصريح ولد الصريح ابن الصريح قالها الملي انا والله ما بالله اي لا ما حدد والله ما حدد على العموم قال العموم اسمعني ما مينك انا اقصد الكلام للجميع والله اني صادق ريجي اسمعوا ولد والله يا مجامل ما في ناس فاهمين انت تقول المجامل زين صح بعض الاحيان ترى زين بعض الاحيان الصراحه بعض الاحيان طيب دقيقه والكذب بعض الاحيان خليني اسولف بقول كلمه المجامل بعض الاحيان ما يقضي لزوم ابدا هذا تفكير هذا على ظهرك عيوني بس اسمعني اذا على ظهرك صح ولا لا اسمعني حتى يقوم علي نعم اسمعني والله الذي نفسي خذ الكلام ولا خله والله بعض المجامل بعض الحين النزي والله بعض الاحيان اجبار ياخذ ما عليك من الشخص نفسه اذا كنت ايش ما تكسب من جهه ذنب اي ان كان لا مثلا مثلا صدق سؤال لا 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 اسمعني مثلا خذوها خذونا على قد عقلي على حساب نفسك لا خذونا على قد عقلي طيب عقلك ايش كبره اللي ودك طيب. بس اسمعني انت يا محسن جيت قدام مثلا شاشه وجيت عند فؤاد وعطيته من الكلام وكسرت مجاديفه وتكلمت و الى اخره غسلت شرايح ايوه انت ما تفكر في الناس اللي وراه نهيش صح الناس مثل امه وابوه واخوانه اللي يتابعونه وين اللي ما يذكرني ما يذكر في اهلي دقيقه انا رجال ولساني معي ما رديت ماني برجال يا ولد رد على ريجي والله اني صاد اي دقيقه يجعني قبلك جاوب على كلامي انا انداري عشان فلان وفلان اسمعني اللي مخطي ياخذ جزات لا لا اخطا الشخص ما قال روح يا فلان راجع امورك في المكان فلان دقيقه دقيقه ولا روح يا فلان انا اكره النقاش معه يا زيد يعني بتناقش احكموا على الرجال احكموا عليه طق بتسولف والله خليني ما قال يا اخي بتسولف والله خليني اقول صح ولا لا يحاسب الشخص طيب طيب على غلطه دقيقه النقد الحين من يخطون علينا بعيد عنك يسكتون علينا صلع لا ليش بعيد عنك انا ما اتكلم عنك انا ما اتكلم عنك انا اتكلم كاخوياي اللي في البرنامج اخوياي بعد النقاد ولا عندكم الا اخوان ورب البيت يسكتون علينا يقول محسن وش قدم محسن الوحيد اللي ما دخل برايم الى الان كفو ونعم كلام فؤاد قبيل يقول انا معي لسان وسال اخط اللي يخطا ما لك دخل فيه الخطا نفسه لا تدخل في خطا هذا اول شيء ثاني شيء انا انت يا محسن يا ما اقول دقيقه يا اخي والله راح اقول حق يا ولي ولا يوجع والله انا يوجع يا محسن خليها الصراحه الزايده خلهاني خلها في بطنك الصراحه الزايده لا تسوي لا تسوي لين تموت لا انت تموت دقيقه اسمعني اسمعني جعلني قبلك دقيقه ما اقول لك تجلد فؤاد وما ادري ايش الكلام له امانه ما فكرت في الناس اللي يتابعونه سواء ام اخ اب الى اخر ها اي انا اتكلم عن جامل اللي بعض الاحيان انك تجامل عشان الناس اللي وراه ولا هو ها الله يحييه في واحد من النقاط بس مايكو جاي بيتجامل الله يحييه حياك الله يا ابو ثمود وادري انه من اخوي انا مرحبا الف الله يحييه صح مكسر جاوب سلام تعال عاد تحب لي كرك ترك ما تقدر عند نغد والله ما تسوي بس الوان يلا والله ابدا عند نغد ابي حدود الله ساذج فارغ شوف جالسه جنبك لو اني ساذج على قولتك وفارغ ما نبي اليوم 90 هنا يوم 90 اليوم 65 ما طلعت براي هذا دليل على ايش؟ على انك على ان احنا ما قدرنا عليك شكرا وش تقول عن فؤاد بن عبد الله؟ فؤاد ابن عبد الله هذا النجم الحقيقي. وش تقول عن الصلف المري؟ الصلف المري هذا مقطع حق برنامج مراجل. يستاهل. وش تقول عن عبد الله بن عبد الرحمن؟ فعلا نفخه. لا لا سالم تحط لا لا كذا قدم اللحي. ايه قدم اللحي. فعلا نفخه. شخصيته.
ليش ما هو بشاعر النسخة؟ ليش تاعر النسخة؟ يا فاشل يا فاشل اطلع هوا 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 هو يا فاشل. ايه كذا اذا ليش مثل مثلا اطلب يطلب لي حاجة ولا نحن وغير طلع عندنا سيناريو يقول لك اطلب هو ولا انت؟ ايه عشان اعلمك هو اطلب هو ايه حياة عقلية اعطنا سيناريو شيء زي كذا لا لا هو عطى كوع كوعيد كوعيد ايش معك في الكوع هذا يعني كوعي يعني يحب كوعك ما تقدر تحب كوعك صح يعني ما في امل مش انا يا فارس ايه تو استوعب معليش سالم سالم طيب دقيقه 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 ليش استبعدت متعب الرقعان متعب بالرقعان اخطا لا اخطا الكوع استخدم الجوال على هم مباشره اي اقول لك حاجه ها اقول لك حاجه يا صالح مكسر متعب بالرقعان رجع سد حلقك متعب الرقعة رجع وبيقعد اليوم التسعين شاء من شاء وأبا من أبا والله بيني بينكم إني خايف من هذا الشيء خايف والله إنه شعور صادق صبغ أسود أبو حمود إذا الفشل عنوان فهو من؟ إذا الفشل عنوان فهي سالم عقلي واحد عندك كرك؟ لا سام لا هذا كرك بالرقعة إيش رأيك؟ برقع علي رجوه جمهوره اللي ما شاء الله تبارك الله مع الجماهير الكبيرة. إيه. نجمونا جمهوره هنا. إيش قالوا له؟ يرجع كذا. وأنت ما كنت راضي إني أرجع صح؟ ها؟ ما كنت راضي إني أرجع. وجعاني. وجعاني. أبو حمود أبو حمود ليش طلعت سالم براي؟ كيف؟ ليش طلعت سالم؟ دقيقة بجيكم. أجلس. هاي أبو حمود. ليش طلعت سالم بن معدي براي؟ أي براي؟ برايم ليه خرج سالم؟ سرعة سرعة هوا هوا سرعة أوه ليش خرج؟ هوا هوا يمت خلها تروح تكفى هوا 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 هذول هوا قريب ما أدري ليه خرجت براي؟ ناصر بسرعة لا معك معك لا يولد بسم الله على صار عليه يخطط الرجع مش تقول في فؤاد عبد الله تتوقع اني اخذ بكره نجم الجمهور اتوقع ان جاء مرحبا به مليون الوعد في التسعين التسعين وانا اعرف الكلمه اللي يقولها بكره بس عادل بن هيف نجم الجمهور فؤاد بن عبد الله تجيب ايش واجبك خذ فنجان طالبك تحسب الفنجان ليه بس ابيك تحسب الفنجان يا اخي انا ما عندي مشكله يمكن انا في راسي هدف ثاني انا بنافس انت تعرف انه مالي ومن ذلك انت يصير كلام الجمهور عندي جمهور يا ربي لك الحمد واطمع الكثير إذا بنافس يا طول عمر السلامة بنافس فهي منافسة مالية لا تعني أني أشتري جمهور صح ولا لا فبنافس عادي ما عندي مشكلة بنافس وإن شاء الله لا أخذ طيب أنت جماهيري تصلح لك جماهيري وإذا أخذتها أنت طيب جات الشخص نفترض الله ما كتب لنا نفترض أن في نسخة فيها شخص مو جماهيري كلنا اللي هنا جماهيريين لكن نفترض ان في نسخه فيها شخص مو جماهيري دفع فلوس واخذ الجماهيريه راح الشخص حقها ولا لا راحت لا لا راحت. انت لو تحط ريال وتجيك فانت تستحقها نعم انا بتشوفني ان شاء الله فارس نسخه مراجع وحتى في تويتر فارس نسخه مراجع في الباي وجيت تدري من اتوقع ياخذها ياخذ ايش؟ فارس نسخة مراجع؟ ايه شوف اللي ورا ظهور الرجيل كايد لكن كوجهة نظر بين ثلاثة انا ما علي متصريح صرح من هنا لبكرة لكن انا كوجهة نظر اعرف هات انت فعلا ما اقولها عشان قدامي انت
لاني ادري وش اللي في الطايف وش اللي في مصر وش اللي في ما شاء الله ما خليته مكان عشان يفتح الا لكم فيه بصمه عشان يفتح يا مدرهم اسلم. انت او عبد الله سعيد او حمد المهار. ركز لي على حمد المهار شوي. حمد قوي. حمد المهار ركز لي عليه. انا عرفت خاله قوي. خاله معروف عارف يقول لو تبينا رهي على المليون رهينا عليه ما شاء الله عليه. يعني بسألك سؤال، لو خرجت من البرنامج اكيد انت ما بتخرج الا معك جمهور وجماهيري بتكون لو خرجت. معيني لا 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 بس بس دعك تعشر الحين إذا جت كذا مقطار لو تشل مقطار مقطار. يا سلام يا سلام يا سلام. لعب أول لا تشل شيء. إيه ما لعب الحين. مرحبا بك يا هلا يا هلا يا مسهلا قبل الحلا ما قطعته قام كل مذاكرة يا أخوي صدق هذا هذا أنا بلعب دقيقة هذا هو مقطع مسك أنا شليت إن شاء الله هلا لعب صح قلت لك خصم قوي ما هو عارف ليش مكانك شو العد تسد مالك هذه بصيدة خالي والله اني ماني محافظ تسد مالك يقول فيها راش ياخذ من الليالي تجارب جارب تجارب هالايام ترفع منعتك يعني تحرك ترى بشل ترخي الهام وشدد وقارب ولا تقدر ذا الكلمة تدري انها تمر علي واجد في حياتك تحارب اهم حاجة تعرف الناس قيمتك قيمتك جنب جناب مغربين مشارك تكسب رضا ربك يقولوا تكسب معزتك ابيك تكون ذكي لو مره يا مقطع حتى هم سمع العقارب في بطون العقارب حتى ولو اسقيتها فوق راحت ايوه ما انقدت اول ايش قلت يا شد مارب من هدف شد مارب والله ما هو عارف وش مكانتك الرابع ابي الخصم قم قم يا دم خشيم حتى الاقارب يكرهون الاقارب يا الله ابي احد يعرف يا العاب ارجع العاب ما تكار ودري الله يا الله تشملنا بعفوك ورحمتك يا عيال وش الكلام ذا خالي اجي متحمي يا عبد الله اخشي يلا ما لعبتها بس اوريك يلا العب اعطيك مجال يلا لا العب اعطيك مجال انا اللي اعطيك مجال يا اخي اعطني قدوي بس اخش له كنت اعتقد صم ما تعرف تلعب انا معطيك مجال ما ابي ازعل دقيقه كيف امام كيف امام مقطار كذا ولا كذا شوف راح تحسين عرفت ريب جي نفس لعب الثلاثة ما عرفنا الدلة لو أنت معك نفس أبو دلال قبل شوي ما تشوفنا كذا طيب اللي يوصل هنا يفوز لا هذه إذا قدرتك أخذ حيدة من حيودك أشل ديك ولا إذا عاد بيدك أنزل واحدة يعني إذا جاء ثلاث كذا أفوز إيه أفوز على طول لا ما بتفوز على طول لين تشلها ما يبقى إلا عودين في الملعب أشل لك أنت إذا أثبت في محلي لين أشلك كل ما جبت مقطار شل العود يعني جبت ثلاثة سوى شل العود إيه يلا يلا لعب أنا لعب العب العب ليلك اشرب وياه
العب. اي والله ما تعرف تلعب. والله انه يلعب. انا ما اعرف العب مره مثل سلك سلك. صحيح نزل نزل فيتك. ايه قطرتك. كيف قطرتني؟ شراب حط وحده. تيسو علي. تيسو دخل دخل. طيب احط وحده هنا. العب ذي. بس كنت بتحطها هنا تبي انت بتحط. اوكي يا شيخ خليك معاي رودو. ها؟ ما كان عندك الرودز، فيها كم الرودز؟ هاي علي سم طال عمرك اقول لهم جيبوا الرودز انا حبيبي قطار كامل حدودك ثلاث كامل وش؟ صحيح روح عليه شل واحد انت تشله اي شله اختر واحد طلع اتوضع دام خصمك من المتكبري مقطع شل واحد ايه لا غيره والله غلبني ريدي ما بدي علمتك هلا بدك فرصه هذه يا اخي ارتاح 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 زي ما قبل شوي ارتاح ما قلت ارتاح قاعد مطقاط شل هذا خليله لا خلاص انسحب انسحب يا علي مقطع وش جاب ذا هنا؟ شو قمه علي شله انسحب انسحب علي انسحب لا ما يمسح لا تدري لا قم قم عليك مستحيل عليك مستحيل تعال العب ثاني الغطرسه والله اقسم بالله ما اعرفها العب ثاني ما في لعبه ما في زيد ما لعب علي بس خلاص للحين عرفت كم فزت مره؟ ارتحت كم مره؟ كم؟ اربع مرات فزت خلاص جاء جحفله خلاص كم سكورك؟ كل مره قم 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 لا لا الحين عندي حصانات عندي حصانات لا بالعكس عندي حصانات يلا العب اعطيك مليار سكر يجيكم في 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 سكر زبط الشاي انا العزبه هنا يلا زبط الشاي انت راح تقول سكر ابو علي قبل شوي تقول هذا في شنطه العزبه حقت علي اللي مناحي شوف شنطته هنا ثنيه ورا ولا ماخذها اصلا شكرا تعطيني بوسه يا سلطان لي انا ايه ليش تكذب؟ هو يتكلم ما هي بلي يا رجال ما هي بلي داري هذا اسطوانة كلمه الاسطوانة الاسطوانة ايش قصدك انس الميموني يا لبي يا اسطوانة اوه يسكت على انس امسكوه يا النقد امسكوه امسكوه يا النقد اسطوانة غاز اسطوانة اكسجين في جنب والله عجبت علي كشخة علي بطلنا شاي يلا علي جيب البراد معك جيب البراد معك طيب يا شباب يا شباب يا انا ماني بلوفي ماني 40 بعيد ها نزل هذا والله ما انت بعيد من لوفي كل ما اشرب ما شاء الله تحسن الله تدري ليه تدري وما تدري لا تواضع الكبير ولا الصغير صغير شبه هنا في شاهي انا داري اعرف 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 بس انا عندي حاجات اكتشفتها ليه تسال طيب انا اكتشفت انا يسموني زياد اكشف الكنوز وشو يبي ريحة غاز زياد اكشف الكنوز والله يبي ريحة غاز شيء طبيعي هاي فهد تحسن واحد تدري ليه فهد تدري مو تدري نجي نحطها هنا روح يلا اعطيك مجال حطيتها هذا عندي هيا سال جرح ما حيا دوا فجع ليوم المفارق ما يعود بلا المفارق مبتلا فارق الأحباب سل لك وفرق على لا لا ايش اللي تطمر؟ كانت مطمر لا الخط يمشي كذا يمشي كذا طيب كذا عادي يطمر عادي في خط كذا هذا كذا هذا كذا هذا كذا مش مع الطريق لا تتجاوز يا ولد ذمه غير في خط جاك القدري طيب اطمر كذا عادي لا يا وين معي لا تطرق لا تتجاوز يا ولد
تعال انا احس انه بينكسر. ها؟ احس انه بينكسر قزوز في وجهي. ترى في ترى ما هي بصناعة صلب. لعب. ايه لعب. حب ارحب ارحب مختار مرحبا مساء طلع علي يا علي شوف علي ارحب فز فز لا يفوز علي انا فاز لك عندي انا تعال كنت ابي جنب الزياد بس ارجع زرقاء لعب اخر السنابات الناس يجون ذا فهمت فهذا يعتبر ذكاء اعلامي ولكن انت لك الاجر او الذنب الذنب انك حطيت شيء ما هو بزين صادق ايوه ولك الاجر انك حطيت شيء يضحك الناس طيب شوف يا الحين انتم تلاحظون في بعض السلام ورحمه الله تلاحظون الحين في بعض السنابات يعني السنابات اللي بدايه على انها تطلع يعني الصعود الاعلامي اللي انتم خابرينه هاي احسن تعال يحط في اخر السنابه عاجل عرفتوا عاجل هذا شيء بس اعلم لك لا حط عاجل في اخر السنابه علشان الناس يتابعوا السنابات اللي قبل صح ولا لا طيب يا اخي ما انت بواثق من الشيء اللي تقدمه انت يا اخي ترى ما انت مجبور يا اخي انك تسحب الناس باذنه تقول غصب ولا تشاهد طيب. يا اخي في شيء ايجابي في شيء يا اخي ابداع يا اخي ترى بعض الناس واقعيه طيب نعم والواقعيه بعض 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 المشاهير اقسم بالله اني لاحظ على بعض المشاهير انهم يجبرون الناس انهم يتابعونهم بطريقتهم الخاصه بالشيء اللي قدمه بالمحتوى يا اخي الطاهر محتوى انت الان طاهر انت الان اللي سالم معدي ود انك تكون لافت نظر او انك مهمش انا إيه؟ انا شيء اهم شيء عندي انت الحين سؤال ابغاك بس تجاوب عليه ودك تكون لافت نظر او مهمش لافت نظر بالشيء اللي يرضي الله خلاص هذا اللي نتكلم عنه الشيء اللي ما يرضي الله اسمعوا انا بسالكم سؤالين كلكم سؤالين الشيء الاول اسالكم بالله احد يفكر بينه وبين نفسه سهل انك تطلع قدام الناس الشيء الثاني امانه قبل لا تدخلون في الاعلام صليتوا الاستخاره اي والله صليتها مرتين انتم ها اي والله صدق والله طيب الحين ولد انت تحس انه سهل انك تطلع قدام الناس لا والله ما بسهل اقسم بالله ما بسهل انا صدق ترى جاني تردد يا ولد مو بسهل متعب ما عنده دقه متعب من يدق عليك بكرة. بس اسمعني اسمعني لا تجعد من يدق عليك وقسجل انا اسهل متعب الحين انت شفت متعب من يدق عليك لا تتجاهل شفت يوم وصلتني رساله ذاك اللي تم قبولك الرساله المبدئيه في المقابله تحت الهواء والله اني صليت ذاك اليوم مرسل ذاك وطبق نفسي صليت مره قبل ادخل مقابلتي شو مقابلة تحت الهواء اني صليت حتى برا اني اذكر اني موقف عند الباب اخوي جاي معي فرشت السجاده وخليت ركعتين قبل اخش عليهم يا رجل ترو انت تقابل الناس يا رجل ترو ما هي بسيطه عندك جمهور يا اخي لا انت تقدم الشيء اللي يرضيهم قبل رضاهم تقدم الشيء اللي يرضي الله سبحانه وتعالى اقل شيء يمكن واحد بس صدق تدري اهم شيء عندي لو واحد بس واحد اني اغير نفسيته من الأسوأ الى احسن ترى هذا اكبر انجاز واحد بس من ضمن اللي يتابعونه كلهم واحد بس ابو عبد العزيز جاني مره فرحني قال يا فؤاد اقسم بالله عندي مريضه علمني حتى سالفتك علمني ايه من احد الدول مريضه تقول يقول انها تقول مستانسه على شوفتك في الشاشه وانها نسيت المرض اللي فيها الشيء هذا اعطاك دافع انا يا فؤاد عبد الله يا اخي زود الحين انا ودي اني اطلع بشيء ابهر المشاهد فيه اضحك الناس بس لنا شيء حلو انك كسبت هالمحبه وانت تستاهل كسبتها للجمهور كسبتها فشيء كويس هذا عبد الله عبد الرحمن علمي قال جتني رساله تذكرها من أمنا كبيرة صح ولا لا تذكرها علمهم هذا يوم إن خرجنا تذكر اسمع عبد الله تذكر البرايم اللي طلعنا طلع فيه شافي الله الحصانة يوم خدت الحصانة اللي بعد رمضان عاد إيه أنا الحصانة كانت عندي طلعت مع شافي فتحت سبيس عنده وضبطنا أموره كل شيء فتحنا سبيس خشت واحدة عيال والله إني ناسي اسمها أم تركي ولا وش لكنها كبيرة في السن انتم مميزين على الشاشه وانتم تدخلون السرور في قلوبنا وانتم مبدعين والله يا عيال انها ما خصت احد بالاسم انها عدتكم رجال بدت من مبارك وانتهت عند صغركم اللي هو انا فكل رجال فيكم وجه له رساله وسلمني عليه وقصور مني والله اني ما ذكرتها بالبث لكن بيض الله وجهك ابو معجي انت تدري من اصغر واحد من النسخه
يا والله لا 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 حسين ما فهد والله اني فهد ولا ابو حسين ها ما انت توقع انت زياد زياد ما هو بنا زياد والله يا عيال اصدمكم زياد لا لا اصغر من زياد في واحد اصغر من زياد وحددنا قال كم يوم ريان صح ريان الساحلي عقود النسخه ترى انا مهتم انا مهتم بالعمر يا ريان خلوا اخش 20 والله مهتم بالعمر في ذمتي الحمد لله ما لا بس يوم طر اعلمك انا اعلمك النسخه انا يا طويل العمر السلامه قبل ادخل البرنامج قبل ادخل هنا سنابي اعطيته واحد من الشباب وسجلت رقم قال ذا انا بحط رقمك في البايو حق السناب ذا اسمه البروفايل ملف التعريفي اي الملف التعريفي قال بحط رقمي طلع رقم ثاني قال بحط رقمي للتواصل مع الرقم ان شاء الله عقبال ما تطلع من هنا يجيك 300 الف جعلني في ذاك المهم يطلع لا لا هو قال التواصل المهم يطلع عمر السلامه واني اطلع انا طلعت قبل ايد وسنابي تلكم ذيك الايام ما هم معي انتو خابري اي ما حرجت إيه كنت ادق عليك افصل انا ما جوالي ما معي اي ما معي سنابي ما هم معي مع الرجال وكان سنابي ذيك الايام عليه مشكله علي طول عمر السلامة واجي قال يا ولد فيه رقم من يوم ما هو يوم دخلت البرنامج ثلاث أسبوع وذا الرقم مزعجني يا ولد اللي هو خويك إيه يقول فيه رقم يا ولد يتواصل معي واتساب يتواصل معي وهي حرمة كبيرة في السن قلت المهم نسي رحت العيد تعرفون انشغلنا يوم كنا محجوزين هنا وانشغلنا مع الأهل وانشغلنا والعطلات 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 الله لي ذيك العطلات علي طول عمر السلامة اقعد الرجال يدق علي يا ولد رقمي نفسه اللي محاط انه عندي في السناب في الملف التعريفي باقي مع الرجال قال يا ولد الرقم يدق علي مزعجني يا ولد يبي يكلمك قلت اعطني الرقم انا ادق عليه من رقمي الخاص الو السلام عليكم والله انا اذكرها ام سند السلام عليكم كيف حالك واضح انها كبيره في السن الله يوفقكم يا عيالي ما ادري ايش تقول والله اني اعتبركم مثل عيالي وان ما ربي رزقني الا بنت واني اعتبركم انتم عيالي واني افرح والله يا ولدي اني اول ما اصحى اني اطلع اشغل قناه الواقع واني حتى اني اعرفكم اللي غاب عن البث واللي تاخر اقول وش فيه ليكون مريض ليكون فيه اقسم بالله يا رجل اوصيك وابيك توصي خوانك يا ولد اقسم بالله يا رجل شو تحمل ذا الحين يا ولد في نفس الموقف ما انا ما ترى انا ما قد استوعبت في نفسها اليوم كلمتني الحرمه ذاك اليوم ما ادري يا ولد كذا كم من جاء يا ولد تفاجأت يا ولد يا ولد رسالة زي الرسالة هذه اللي تجيك يا ولد يا اخي خاصة شوف ما عليك بس الرسالة اللي تجيك من كبير السن كبار السن تروني انا من النوع اللي يقدرهم من النوع يا ولد ما يقدرهم تكفى اي بس يعني اللي مهتم فيهم مرة تلقاهم مهتمين فيك وكذا ما يرضون والله يا الرجاجيل اني انها متواصلة معي تروش اليوم الين دخلت البرنامج بشر انت مشيت قلت الله مشيت وين وصلت وين اخوياك اللي ماشي معك بر ما ادري ايش تقول فؤاد والله انا فؤاد لا ترى ذكرت فؤاد وعبد الله العلياني يكلمه العاد يتجاوز على المقدمين الحادي اقعد اشرح لها ترى ما بيننا وبينهم شيء بس النقاد مع العاد يتكلمون عليكم كذا العاد يخطون عليكم انا ابي رقم ما ادري ايش قالت ابي اوصيهم من النقاد ما عليه يا والدتي وهذه برنامج ولازم النقد يحصل كذا أولاد أقسم بالله رجينها معي لين دخلت البرنامج لين ذاك اليوم حمل الشقة أما أنا معك يا ولدي إذا وصلت وتعلموا لي فأقول لك أنا عرفت أن علينا حمل كبير يا رجل إحنا بنقدم الشيء اللي يرضي الجمهور الشيء يا ولد صدق عندنا أمانة والله الأمانة هذه الأمانة ما تحملتها الجبال تبرت منها مسحل. ما بالك بابن آدم وابن آدم ضعيف أبو معدي تدري إن أنس شو يقول لي قبل أنس تدري إني أتابعك في الشاشة وفي اليوتيوب وفي السناب وفي كل الدنيا الصغير والكبير والمريض والصاحي والخبر والعاقل أنس يقول لي يا عبد الله بعد ما طلعت من 90 مصور لي واحد في سرير المستشفى فاتح على القناة ويتابع في الارشيفات القديمة كاتب مريض صغير كاتب متى تجون متى ترجعون وقت العيد وقت سفرة عمر ها سرير مستشفى يتابعك يعني أنت غير أنك عليك حمل إلا دخلت عليهم السرور والسعادة وجبرت بخطرهم والله في الربع واحد من الربع اسمها فرح بالناصر السريع الله يعطيه العافية رجال كبير في السن وشايب جيت عايد عليه أنا والربع والعيد المن بعد ما عيت عليه يا ولد انا الاحظ الرجال فرحته يوم شافني وانا يا سالم شايب كبير في السن ومن الربع اللي محسوبين عليهم المهم يطول عمر السلامه وارجع لامي لامي تسولف لي هو متزوج عمتي شايب ذا قالت تدري يا فرح بالناصر هو عنده مراجعات في القلب وكبير في السن في المستشفى
تقول اذا قلت في المستشفى يقول شغلوا لي قناه الواقع. هو في المستشفى مريض قلب تعبان الله يعطيه العافيه هذا اللي يقول شغلوا لي قناه الواقع. ما يدعي عيال يدعي عيال يقول شغلوا لي قناه الواقع انا اشوف سالم واشوف اخوياه واشوف كذا. انت تعرف يا طويل العمر السلامه محمل بشيء يا ولد شيء كبير عشان كذا اهم شيء ايش تدرون شو العلم اللي بالحبي ايه اعرف بكره وش تقدم اعرف بكره كيف تسعد ناس بعيد انا كلام فؤاد يقول قبل شوي انه واحد ينزل اخرس يا الواحد عاد عقله في راسه والتفكير هذا والاشياء هذه والله انه في غنى عنها والله اللي خلق السماء بالعين تقدر تصور يوميات سناب تسعد ناس بدون ما سلام ورحمة بدون تكلف هذا سلام ورحمة الله اي بدون تكلف بدون ما تتكلف يا اخوي يا ولد يا ولد كل شيء واضح قدامك يا ابن الحلال وذا الحين يا متعب جدا اوه يا الحين متعب ترى الحين الناس كلهم فاهمين ومتعلمين ويعرفون الصح والغلط يعني الناس ما عاد يجهلهم شيء انا الحين انا عندي عيال اختي صغار يا رجل في واحد خالد عمره يمكن 4 سنين والله انه يصلح اشياء في الجوال اجهلها يا ولد يا ولد يصلح اشياء في الجوال انا ما اعرف عنها ما شاء الله عليك يعني اقول لكم يا رجل تروح حتى صغار السن وكبار السن قدم يفهم يا اخي اليوم ما عاد اللي يقول لي عاد في جهل كذاب ما عاد في حد اليوم جاهل الناس متعلمين الناس فاهمين يا اخي مستحيل اليوم كنت تقول فيها بس يا اخي احنا بنقدم الشيء اول شيء شف عليكم بالشيء اللي يرضي الله سبحانه وتعالى سبحانه هذا الشيء الاساسي ثاني شيء طويل العمر السلامه رضا الناس غايه لا تدرك يعني لو تجي في المجتمع ترون فئات فيهم الرجال اللي ما يفهم فيهم اللي الصاحي فيهم الخبل فيهم المتعلم فيهم المثقف فيهم ما هو بجهل فيهم العبيط في العلم فيهم الناس اللي استيعابه بطيء فيهم اللي يفهمك بدون ما تتكلم الأصابع ما هي بسوا يعني أنت أول شيء قدم الشيء اللي يرضي الله ثاني شيء يطول عمر السلامة حاول إحنا بنقول إحنا نسعد جماهيرنا مستحيل إحنا نسعدهم بس إحنا نحاول إحنا نقدم الشيء اللي يرضيهم ويسعدهم وإحنا ما وضعنا في ذا المكان ولا حتى إحنا أتعبنا أنفسنا ولا تعبنا جماهيرنا ولا خلينا تدري وش الشيء اللي يسعدهم معنا بجعني فدا وفي تذكرون تعرفون في ناس معنا هنا إنهم تاركين أعمالهم شباب معنا هنا في نسخة وظائفهم تاركين أعمالهم تاركين أهاليهم تاركين دراساتهم تاركين أشغالهم تاركين تجاراتهم علشان إيش علشان الشيء اللي علشان يرضون الجمهور حب نقول الله يجعلنا على قد الأمانة اللي تحملناها أنا أشهد صدق الواحد إذا بيدخل في الإعلام يبي يقدم شيء يرضي الله ثم يرضيهم ولا مخدوع في غيرك اللي يطيب مني ومن الثاني ومن الثالث اللي بيقدم الشيء اللي يرضي الله السلام يا ابو عبد الله السلام يا ابو عبد الله جعني فداك قال سالم اللي اقوله انت تبغى تسعد الناس خليك على طبيعتك ايش مامك متسلف تبتسم طبيعتك يا اخي انا على طبيعتي يرسم البيت بس التيشيرت حلو يا ابو عبد الله يوجي اخي مثلا يا ما بتسب بغيت ابكي انا لا استنى انا احسبك تبغى تبكي وانت انا لا ذاك كنا نسولف ولا لكن اللي بقوله انا اذا الشخص مش على طبيعته ترى يمكن الناس تحب الطبيعه هذه تضحك منها وتستانس منها هو اصلا مع ذاته إيه؟ بس صالح مع ذاته زي متعب رقع متعب رقعان انا من الاشخاص اللي انبسط على طبيعته مو بس يا اخي متعب يا اخي والله العظيم وجه الله عليكم ما تتكلموا عن متعب رقعان ان كان اللي قدر عندكم انكم ما تتكلموا عن متعب ما حد درى عنك اي خلاص خلينا ما حد درى عنك الحديث رسالتك جبر الخواطر صح تحب تجبر الخواطر احنا قاعدين نجبر خاطرك يا رقعان ليش تجبره انا صدق ما انكسر خاطري عشان تجبر رجعني قبلك اي حدث ايش تبي اخوي امون حدث روح حدث ذيك حدث سولف اركض اركض ايوه والله امي اذا قلت لي جبت طاري بس متعب رقعان انا ادري هذا انه بيرضي بيتكلم والله اللي خلق السماء بالعمد واللي يحفظ لي امي يا رياجيل ما ودي احد حتى انا متعب انا اذا احبك يا سالم ترى ما احب اجي عندك واتكلم ها شو قال لي فيك وفيك ايوه اسمعني ما فعلت ولا عمري فلا اتكلم لا والله انك والله انك قول فعل جعلني قبلك انت معي وسامتكم ترى في نفس الوقت استحي صح لسانك صح لسانك دقايق وجهك بقول لك ما تعب رقعان اقول لك له ابو رقعان عشان انت تحوشني شفت حمد حمد بالله تعال هنا حمد تعال هنا انا بصنفه دندون النسخه من هو ولد ما هو بدندون دندون قد الجول لقب يستاهل سلطان سلطان يحبه واموت فيه واعشقه وهذا الشخص هذا لا للقب انا اطلق عليه هذا اسمه يكفي حمد المهان هذا الشيء هذا يكفي عن جميع الألقاب حمد المهان شخص محبوب للنسخة رغم
انه صادم ايه وعانى ورغم تعب اني احبه. انا اقعد على اسمعني اسمعني انا احبه احبه وانه قادح والله العظيم انه قادح. اكثر واحد اكثر واحد يصادمك تحت الهواء بعيد عن الهواء تحت الهواء اقول تكفى صراحتك. انا ادري ان الله خلقه كذا الرجال على طبيعته انه صريح بزياده. هذا ما هو بشيء زين يعني. اوه انتبه. أوه. ها لا اعلمك ليه انا متى ابغى اعاني يمكن اتحمل. هذا يمكن ما يتحمل. هذا يمكن يتحمل بس في ناس زي ما تقول في ناس يتابعون وراه. ولا ندري صراحه ترى هذا بدل الحين الصراحه حلو بدل الحين. الصراحه انا ما اخذ مد عندي الصراحه راحه ارتاح. فعلا أنا بس ما يبي على كل حال تعني قبلك ما يبي على كل حال. اي بالله ان تكون وقاحه بالله ان تكون مجامله بالله ان تكون فهمت؟ بس تدرون يا الربع الحين يا اخي تقعد تتعب نفسك وتلف وتدور وتجامل وفي النهايه بعد تعب كذا وبعد المعاناه اللي عانيتها تنكشف في نهايه المشوار. احمد المهاري اختصرها من البدايه صدق. احمد المهاري زي ما تقول عنوان واضح من كتابها على طول من البدايه يا اخي. يا اخي انا هذا احسن ما بي... والله يا حمد 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 اقسم بالله يا حمد اني احسدك على الخصله هذه همني اتمنى انها فيني انا يا سالم. الا فيكم كلكم لين سالم والله يا سالم انها اكبر مجامل. لا والله اني اجامل يا رجاجيل حتى على اقول لك حاجه المجامل قبل الحين ترى زين يا ولد اجامل يا رجل والله وبالله وتالله المجامل بعض الاحيان ما يقدر يلزم. لا المجامل ما يقدر يلزم. انا اجامل حتى لا بعض الاحيان. انا ضد المقوله هذه والله يا بعض الاحيان انها زي ارى ارى انا لو اقول يا متعب انا تشوف المجامل انت مره مره شوف المجامل بعض انا اجامل ولكن في اشياء انا اتغاضى اني اتجامل. لو اجامل فيها انا كذا اظلم نفسي. فؤاد فؤاد صل على النبي صل على النبي. شوف المجامل يقول انا ما هو في البرنامج حتى قبل ادخل البرنامج انا لو 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 الخصله اللي في حمد فيني انا من قبل برنامج ما ضاعت حقوقي ما راحت امور ما حد يدري عنها ما نفسيتي تعبتها. المجامل والله انه ضيع علينا اشياء وايده ضيع علينا عمر ضيع علينا فرص ضيع علينا مو على كل حال جاني والله يا اخي اقسم بالله يا رجل المجامل اسمعني لو المجامل ما كان الى الحين احنا حي يا اخي المجامل له ولو كان احنا الحين مستانسين في حياتنا يا اخي المجامل انا معك المجامل يا اخي ما على كل حال انا اقول لك ما على كل حال بعض الاحيان والله نحتاجها في بعض الاحيان بعض الاحيان بعض الاحيان مجبر انك تجامل بس ما هو على حسابك. تدرون ان بعض الاحيان الكذبه تكون زينه بعض الاحيان المجامل تكون زين بعض الاحيان في كل شغله في حتى الكذبه بسيطه حدود صادق عندك كذبه زي بعض الكذبه اللي يقول بعض الحين اللي انا استخدمه متعب والله لا ما بوجهه بعيد الحين زيد الحين علي متعب اذا بمسك طريق بعيد اكذب على المعلمه تقول متعب تجيني واقول له ولا انا ماشي في الطريق هذا عشان ما تنشغل انا نفس طريقتك اسوي بعض الحين هذه اقول لك شيخ انا نفس طريقتك اسوي عشان امي ايش مثلا انا متاخر كلمتها الساعه 12 بالليل ابيها تنام وترتاح يا امي انا قريب تدري يا رجل الكذب تحس والله تحس انها ما ترتاح تدري انك جاي بس ما ترتاح امي تعرفني. تدري يا رجل الكذب انه يجوز في حاله واحده اللي هي هذا السؤال موجه لكم. اي دقيقه انا دريبها دقيقه في العدل اذا بصلح. طيب وانت يا حمد اي والله اذا بصلح. طيب ايش السؤال؟ الكذب يجوز في حاله واحده اذا بصلح بين طرفين. وانت يا حمد؟ ما ادري بصراحه. انت يا فؤاد؟ مثل ما قال انا ادري ان الكذب كل الحالات شيء مو زين. هو مو بزين بس انه يجوز. يجوز إذا فيه صلح نعم بين شخصين. نعم الكذب يجوز في حالة أنها وقعت مشكلة بين طرفين. أعطيك مثال مثلا فؤاد ومتعب بينهم مشكلة عرفت يعني مشكلة كبرت تروح الفؤاد وتقول يا فؤاد ترى متعب يعتذر منك ومتعب معتذر ايوه هو غلطان ايه مثلا فؤاد غلطان على متعب عرفت مثلا فؤاد غلطان على متعب ولا العكس يروح المتعب يقول مايده فؤاد يقول متعب ولا فؤاد أنت يقول تقول من احد من الطرفين يثنى على الطرف اللي الله يشمع شبنا الله يشمع شبنا رجعت توقيع رسمي حسيت ان صالح المكسر ديالي فوق راسي بس مكانك يا صالح المكسر ضح حطينا كما هو ضح حطيني الله يحفظك الدنيا كان يضحك على صالح المكسر يقول اشاره كانه ما كورونا يعني شبه ربي جابه على الحقيقه صالح المكسر بس انت قلبك اكثر مواضيعك اليوم عجبتني ها مواضيعك اليوم عجبتني جدا يا اخي انا عندي شيء بقوله فؤاد ايش مالك انت ما قدرت تسولف يا اخي والله اني احب فؤاد اذا قدر يسولف يا اخي اذا ابتسم يعرف سالفته من قلب اذا قدر يسولف اخي يعرف ماي من قلب بس اذا ابتسم فؤاد يعرف يا اخي لا انا احب